دكتور جميل بوتر، عضو مجلس النقابه ورئيس لجنه الضرايب. طبعا المؤتمر العلمي اللي معمول النهارده ده هدفه انه يطبق الاسم العلمي. طبعا دي احدى اليات السوق بالنسبه للصيادله، على اساس ان اقتصادات الصيدليات تكون معقوله، ولا يعرض الصيدلي من كثر البدائل ووجود الدواء الاصلي مع البدائل الى وجود كميه مرتجعات لا يتحملها الصيدلي، والشركات لا تستطيع ايضا تقول بتقول 1% من حجم المبيعات، وهذا طبعا يعرض اقتصادات الصيدليات للانهيار، وهو ما يحدث حاليا. وجود كمية مرتجعات كبيرة لدى الصيدليات، الشركات متمسكة ب1%. طبعا النهاردة أنا عشان أرجع بجنيه بأخذ بمية، أرجع بألف أخذ بمية ألف. طبعا منظومة محتاجة إلى مراجعة بالنسبة للمرتجعات، محتاجة إلى مراجعة بالنسبة لل 12 بديل والدواء الأصلي، وبالتالي في جميع أنحاء العالم ودول في أوروبا وفي جميع دول أنحاء العالم يوجد أكثر شيء ثلاث بدائل أربع بدائل، لا يوجد عن أكثر، وبالتالي يوجد الدواء الأصلي والجينيريك ويصرف بالكبسولة وبالقرص، وهذا يمنع إهدار الدواء ويقلل من الإهدار بالنسبة للدواء بالنسبة للشركات وبالنسبة للدولة أيضا، حتى بالتأمين الصحي والمستشفيات. عندما يصرف الدواء بالقرص أو يصرف بالعدد محدد لا يوجد هدر، مثل ما يحدث الآن العلبة يوجد بها أربع شرائط. هذا نظام ندينا به كنقابة، هذا نظام خاطئ، أن نكسر من عدد الشرائط بالعلبة، لأن في الحالة دي هيحصل هدر كتير، ويحصل أن احنا نرمي الدواء فين؟ في الزبالة، وده حرام. استخدم شريط وارمي ثلاثة في الزبالة، طبعا ده يعتبر إهدار بالنسبة لاقتصادات الصيدليات نمرة واحد، بالنسبة للمريض نمرة اثنين، إرهاق كاهله. بعلبة ممكن أخذ شريط واحد بستة جنيه، بينما أخذ علبة بأربعة وعشرين جنيه، يبقى من جميع النواحي إرهاق لاقتصادات الصيدليات، إرهاق للمريض. طبعا إهدار للمال العام، بأن الأدوية دي في نهايتها بتكون فين؟ بتكون طبعا مقلب الزبالة، وده طبعا بننادي احنا بتحديث منظومة الدواء في مصر.